هذا وتحتفل المملكة البحرين اليوم بعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. تأتي احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية في ظل منجزات ومكتسبات تتحقق لصالح الوطن والمواطن في المجالات كافة، وسط عزيمة لا تلين وخطى ثابتة لتحقيق كل الأفضل للوطن والمواطن، في ظل المسيرة الوطنية المباركة بقيادة جلالة الملك المفدى وعطاء أبناء البحرين المخلصين المستمر.